معنا طبعا هذه شخصية من شخصيات مدينة الحلويات، ومعنا الدكتور جيلي. حياك الله دكتور جيلي. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور جيلي؟ يا مساء الفل والياسمين، يا مساء الفل والكادي. اهلا وسهلا بالدكتور اللي حينور شاشة قنوات مجد الاطفال. الله ينور حياتك. اول شيء اسعد الله مسانا ومساكم، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته لك ولجميع المشاهدين. يا مرحبا. يا مرحبا. معك احد في الاستديو يا عبد الوهاب؟ لا، بس انا والكوب حق مجد. يا سلام. كيف الحال عبد وجوالي؟ والله بشرك. يقولون ما شاء الله انت دكتور متخصص في امور التغذيه واي شيء في المأكولات، انت ما شاء الله تبارك الله يعني تعرف كل امور الصحيه والغير صحيه والكربوهيدرات. الكربوهيدرات بغيت اجيب العيد فيها، كربوهيدرات، ايش الهيدرات؟ الكربوهيدرات والسعرات الحراريه، وهذه فيها مدري كم، وهذه صح كده ولا؟ والنشويات والسكريات. كل الامور اللي تتوقعها. ايوه، كل الامور اللي تتوقعها والامور اللي ما تتوقعها انا عندي فيها فيها درايه. ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا نقول لحبايبنا الاطفال لا تخافون، ما دام يعني غذاءكم في ايدي امينه دامكم تسمعون للدكتور جيلي. نعم، الدكتور جيلي شخصيه ايوه لطيفه في مدينه الحلويات، برنامج ياتيكم على قنوات المجد. وبرنامج مجدكم مبدئيا انا اشكر القائمين عليه من الاعداد والتقديم، وانه يعرف قناة المجد من بين فترة وفترة. معاكم الدكتور جيلي بيقدم لكم كل النصائح الخاصة في التغذية والمعلومات الصحيحة والغير صحيحة. اها، حلو، المعلومات الصحيحة والغير صحيحة. انا كنت بقول لك يا دكتور جيلي، انت تنصح حبايبنا الاطفال انه يسمعوا كلامك، كل كلامك اللي تقوله صح ولا نشوف؟ هذه انا مثل المعلومات اللي تحصلها في كل مكان. أيوة. هل كل المعلومات في كل مكان صحيحة؟ ايوه. لا، يا سلام عليك، لازم تتحرى الدقة. تتحرى الدقة في كل المعلومات بحيث انه انت تطلع بالمعلومة الصحيحة. ممتاز. طيب دكتور جيلي، نبغى نسألك، ما الذي يجعل يومك مثاليا في مدينة الحلويات؟ اكيد قطعة من الشوكولا. قطعة من الشوكولا، حلو. انت دكتور؟ انا دكتور، وبعض الاحيان في المساء. نعم. اشتغل عقاري. واضح، واضح جدا. ما اكثر شيء تحبه في عملك يا دكتور جيلي؟ انا احب المثابره، واحب الوقت، واحب مزامله الاصدقاء. يا سلام. وركوب الخيل. طيب حبيبي يا دكتور جيلي، رسالة من الدكتور جيلي للسادة المشاهدين. رسالتي أن لا تكونوا بعيدين من قناة المجد. حلو. سرية بالبرامج، سرية بالمحتوى المفيد والممتع للكبار والصغار، وإن شاء الله بعد الله هي الشاشة التي فيها حماية قوية لسن الأطفال بعد الله سبحانه وتعالى بالمحتويات الثرية، سواء من المعلومات التعليمية أو المعلومات الدينية أو المبادئ الثرية والأخلاق الطيبة اللي إن شاء الله نقدمها إحنا وأنتم ومع كوكبة كبيرة من نجوم قنوات المجد. مشيئة الله دكتور جيلي، إن شاء الله بإذن الله نشوفك بكرة. هو بكرة برنامجكم ولا بعد بكرة؟ إحنا جاهزين بكرة بإذن الله انطلاقة برنامج حلويات مدينة الحلويات. نسمع أقوى تحية دكتور جيلي. يعطيك العافية دكتور جيلي، اتصال ممتع صراحة. شكرا لك يا دكتور جيلي. طبعا هو شخصية يعني مرحة في مدينة الحلويات، ولا تفوتوا هذه المدينة وهذا البرنامج الأضخم في هذه الدورة البرامجية على قناة مجد الأطفال، في مجموعة من الشخصيات الممتعة، كل شخصية متخصصة في مجال معين وفيها من اللطافة والطرافة كذلك في هذا البرنامج المنوع والمشوق للأمانة. طيب احنا سمعنا عنه كثير، شفنا مقاطع كثير، وعرفنا يعني أسماء كثير مشاركة فيه، يعني ما شاء الله تبارك الله مجموعة وكوكبة من نجوم قنوات المجد الفضائي.